وكذا غادي تولي انت كذا غادي تولي لو ندني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الزول في الاول مرحبا سيسون سيغي منا غساكي نبيد كربو هيلاني يعني في ثمورث الجزائر سنه الحو نا سنه دو ثمورث الجزائر اوفال الجيري الجزائر الى اين نفكاد اسقسياكي يعني ادنوي كريم وسنو نساكي باش اضفكن خيران تقييم افلي حاله نتسر سيدي ثمورث الجزائر افلي حاله ومتي يعني لو سوسيال افلي حاله تدمس ليكونومي باش ضانا ثنيد نسقسيه هل طارا وكذوذو تزايري اري سارة من اذي لي كراو في الدل دي ثمور سيتي هل طارا الحق سو في الدل لاقي سلي حالي نبضر غور سورا ناغ ونلحق را سي في الدل ادناوي انفقنا قمتنا منتصر ابترون ادنا راح بسيس اسين السلام عليكم الزول في الله قمتنا منتصر يروح انا مثلا منتصر امشي الناس ما يسمثلنا ولا ساقي اين يعني انسان اللي تدو ثمورث الجزائر يعني سيوث الجهان تسرسيث تنولي سي اللي حالا تسرسيث خاطر وجود الجزائري كسر من ذي اللي كراو في الدل نوالا في الحين ناقداش انت المقلة دي ثمورث نوالا قداش وزابو اثن يصدق مثلا منتصر بترون السلام عليكم الزول في الله ماس منتصر السلام عليكم. سلام مثنا منتصر نبود لو سوجي يعني ثمورث الجزائر سنة تدون اوفال الجيري نفاد المسلا يعني نعاد نخدم خيران تقييم سما السياسي دي ثمورث الجزائر ام كي تولد مثنا منتصر ثاني ما كان يقدشن الزبون ثمورث داغن يقطفن ذي القراريس ونولا راه ثبورث ثليان يعني نبدل سيتياسيون سوسيو ايكونوميك داغن ما ولا شغليف اكيد نتجاد في كدخران تقييم يا هل طارا نزمل سلي حاله كران تولي ثران لحق سكرا وبدل دي ثمورث اكن جاد في كدراي كاسي منتصر مرحبا كما اهلا مكسار توي ونوم غير ساد نديك بلا ميدي باني في لا شارت ناسيونال نعم نعم اللي الزاير تحس السلطه ياكي لازم السلطه ياكي يرجع وسد باش يصبر الدخل السلطه ياكي في التامول يفكيز ربي كل خير ثلاث تقريب هيكي صافي ثلاث قبل ما ديال بوتفليقه يجي يسال بوتفليقه نعس في الارض البتروليا هذه زيكسبيريونس من النرويج ربي يفكيز البترول نورمالمون سنوات ياكيك نخدم ميزان ديستريمر وتعويله راه في الناس هي كيفاش بصحه ونخدم راه الخير يعني كيما لنا فقلت وانا ندير الدار على الاكتواليتي سينيان الركلي القطري كل لاسيديرين في الحديد والصلب بلارا جيجل درنا باش سينين وليكسبلوطاسيون دو لور منجم تاع الذهب هو وكيل وزن المنازل في التبرع ديجا مدلو فريما راه الا شاكي بخليل غادي يحكوا دي سونتين دو كالتو ذهب الوغ كون اريا اريا اللي تبدا قبل شركه اينور بارتناريان ديزي استراليا اجي نور يمكن دوني زينا وغندى ماتيريال بليزيور مليون دورو بعد كسل وغنمت الوطن ذهبني دي ليشون انا مصطفى مانيير كريال حفرن دي كرون بافا ام دي تيران فوتبول سو سو دمي تريني سو الناس ان برودوي توكسيك دانيير دونك نورمالمون انتردي الكد صفر فلاس كثر ارتورا لي دوسيكي و الزهره و الزهره صافي ديك الويد ديال الناس الحين الامور الناس مازال الناس الحين أنا
قمتنا منتصر يعني التصديق قارن باللي الساس الله كريزا كيتي تسرسيت ديت مورث يعني ينكريز بوليتيك ديت مورث الجزائر ثورا ما نولي سي الجهة الحراك السياسي الموفمون بوليتيك راه ضارون ديت مورث كتشيني اون طونكو ذا موسناوث لا ديت مورث ايكلان ديت مورث راهي هل طرات سواليض من زمان الحق خلال لو شونجمون نغا تكمل كانت قمة كسي دي ميتينغ سي دي ريونيون سي تون اكتيفيتي بوليتيك سون ريزولتا Le pouvoir qui a voulu ça. Ça fait des années que le concert. Même ce qu'on appelle les partis politiques, les syndicats, ils y piègent. Les gens se disent le verre dans la pomme. Il y a des harakas مثلا منتصر يعني ويقد يخدم من لو رونديفو دي 24 فيفري سون با لا اوتور دونك ادري يعني في الحين قايلين لي شال دي 48 ولايان انك بثنا منتصر مرا نحصد ماض امتي ومنطونت ذمسه يعني لو كوتي سوسيو ايكونوميك نتمورث مرا ثوالي ذاك ثغلي الدوني يعني تولي برودوي نيسيسير ثرنا سوما ذك سنت ومامطون خدام وقلت خلص راه مليح ومامطون لا شوت دي بيترول يعني وزار شحال لازم تكمل لك كي يعني ويكي سي دي زيليمون كي نيسيسيت زعما دو تروفي خير الحلول لي سوليسيون دار نساول لي زيكسبير لي كونوميترو باسكو كي درنا مي قلا البيترول يلحق خير السوما ثم قراتور نخدم اشما يعني مكثوره اون فا سما امكن نواجه لا سيتياسيون مثاك يعني فاد ولي غرينيك في اللي حاله سما تذمسو ممطون امتي يعني ثغوريني كاين يعني انا لو سوسيو ايكونوميك ديت مولتنا غير مكان تولي دار زدت كمتنا جوستومون كي ندير سوالي غير بلي طايق وشون غير
ديونيك فان دي سيمي كونسيرف دو سون خروس وفوالا كي سي دو سون كونتاميني زمن جد ديزم تمون سابين الزاير ادن ام كي يشبه ديون الاكونومي سيستم غارض سيستم غارض يقيم الفوس ندوق تور دو ذهب مثل راس كاد كافوسي تلوز ام بي ام ام الجزائر ما موت راسها يمين لوس سيت فولونتي دو بوفوار يرني نس تقرني نس مثلا مقل كان لي دوسي شحال لنا لي سكوندال ثم طلاق شاكي بخلي شحال لنا لي دريما ولا ما يلي ما دياس ان بوفوار جوست ريغلو نورمالمون الجزائر تعدي مويا باش تسمي دريما اون دو وورد دي هيدروكاربين بيترول كي صا اون بونسي ا غاز دو سيت يعرف البوفوار كي دورا ان بانيك باسكو قبل باين لي الحاله مدوره هكا كي لي بري ولا مدن توضر يتسبب في ليكسبلوزيون مور في سعيد اللي من يفيد لا كوريبسيون الى شات ينزلني باش يكاف لي بارتي بوليتيك مدن مازلك دورا ان ابري لي موان تاع بوليتيك باش ديال نورمالمون نوغاد يعني لا سيتياسيون كي افيك روزميرات نعزل بين قلان دي لا ريجيون سلام ساكي تلقى ابارامون تبدا طيران لي رافال ليك تاع فرنسا السي سي تن تكدي ليبيا تسوق لنا غدا عشاكي دونك لا زون كي المغرب تن افيك فوربي يسيروا على بوكو حرام باش تسكر لنا توغال الجزائر ام سورياني غام العيال صار اون كروند كارت مثلا غاتن مدينة سوال لوني ما استرنوض العوامل الداخلية الوضع مكتن في الاجتماعي حالا نضر المدن سكرة نزارة مك جاسبر انتي لي اون كونسيونس مروز ني دي سلطة يعني باش اسهلم لا اون ترانزيسيون افكن تامور كي العجيز هذه او سونس ويزني كي سون كومبيتون زعما الجزائر زعما تعيش الشعب النينس تعيش الشعوب النظام تكون مام غارونتي لا بي مي با افيك سو قوا مثلا منتصر بترون نغمس ساكدين ثاني ميرت ثم قرة في ثمولية قينك نروح سينفقنا ويسين قمثنا الدكتور الأخضر سنين عسلامة إنك أزول في الله السلام ورحمة الله سمك سيم قران سيم قران تريد مسريك مثلا منتصر بترون إنك عن نسي والتنمك لا لسيل تدي الفانت كاتي فريقي وقدود اللي شل اللي والله 48 باش دي فغ سبريد إنك وعر يعني بورون كادريوك لي مانيفستاسيون نغ لي مارشيكي ما يفغدو وقدود رفرام اش راه غادي نض سيم قران أجل لهم كي كنت تسنات يعني زي ما كنا بنين كوني ثمن قال لا إني يتخدم نقضيشين زي ميت سودو زي هو كنيسي ما كان قارن دي جن الغير إنسا كاين وكي الحون إيضارون يسمو هو كنيسي زي عندي كدي سجن تضامنين سنتاع الوثنات للنار يقلان يعني المناطق مثل الجنوب يتسنى انا شحال سن شهرين يا اسيد الفنون ثاني في زرقان هو كان شيء كان صار محسود الفنون يعني النند باللي سوى لند عقبان ده كان قارن صون ضربه وكان يابو كنا كان قام يو تبرات هو كان شيء هذه اللي نمزه ويجي باللي ماشي الحق ماشي الحاجة أنا قبلين هو كان شيء هذا بودي خلينا نسي أوان يدمر تجار حتى تجيب تمسدي جانن كذا مثلا معنا زنا غرف مد يعني ما تيوا كان في تقسيمه كتقسيمه كذا صح وليش الحاجة ما يكفى لنا نرى في ليه يموت ام دا وليش في الليل ام دا وليش في الدور ام دا اذا وزافون كنقارن ام صدق لين يعني قوة الطريقات الصح بصح نكون مستعد نسعى ليمان بالليل ازور ان يغلد وفي لين وقت نيكين كنقارن بين في زفانين سوى في نيكين كان أدي ويهم إذا ثاني نسي ماني نس أنشتغي كان يتبني في دوزابو يجين على أطوال الحالي موت النار أطوال بلين على دوزابو يجين على يتسوى موت ألو أكن قارنا اللي نكون يعني يتسوى ألو أدخل كن قار الغرب أكن ننظر إذا شو حشاب بيت غران ثاني إيه غير إذا موت
خاطر المناطق الوالية غير تمثالين يعني يتعيشوا مزيان، الوالية غير تمثالين إلا غدوا تصويت موسم نغنى أني يضروني فران تمونا مزيان أزابو يكين أما كنيشين أوريت لارا يعزر ويتولى لارا يدرغل ويحفر هذا الدين دابو بدو بيدي تعديران يدي قارن بالدين أتان تموت النغنى ثاني يتوريت زمر أتروح على وسياح دونك أتان شتاكي مرات الوالية كان أزابو غايني تخدم يعني وسنة كي عداني تمثل تجي يعني كنقارن لا ليبرتي ديكسبرسيون اي دورغانيزاسيون ما تويرتي للي نهضر ديجا في تمثل تجي للي نووني نهضر تويرتي اللي هو كيمشينا الجزائريين في فرد اللي دفع في زاكاني الناس هذا ولا كان يوت كان ونجموع داخل بخاني يعني لوتيلاليتي او الجيران ثمان قالوا كنا كنا نقرا ويزرع باللي الساقين اتنقي الحيرة الساقين يخدم مثلا قران الي كوطا الويمان الساقين هذا بغا يجي يخدم ضد يمانيس على خاطر راني انشتاكي تسرقنات باللي اتنقي الحيرة اتنقي الزرارة ويساعدة في التربيت ويساعدة ان بروجي مو الساقين انشتاكين ينزم لديني باللي اتسام اما كني كي او الجارة نخدم نجموع من النار داخل يعني نتخام لسفع بور اورغانيزي بور سار دي ميتينغ دو سا يعني ثمان جالات نب لي بالزوان وتنيكي لكن قارن ثمان يعني صفرتين صفرت ثمان جالات صفرات مع 10 جوان لكن كيو كذا ولا كذا ولا كي غاتا نكون كي انت كي كان قارن تمثال تاكي الصحراء خاطر كيو اللي هو كي تمثالين يجعنا نجوز الزايري يجعنا كي اللي نسف زايد من نب اللي مرا كي ولا كي هو كي كي ليت لي مارش نعلي dans les manifestations il y a 48 ou il y a 29 même dans le monde il y a أجمعتنا سيم قران من وناس الجهات أيضا يعني يت لتسنات لي لي غروند رياليتي سما لا بروميير سي بوليتيك يعني كريز بوليتيك خاطر الطاسي مسناو نكونو يمد سوالم ثقارم ازابويا يعني بلا تذريم تو زميرا دي سلحو يعني وسعر سما ثوره خت بقداش ام كان يسلحو هذا مسا ام كان يسلحو للسوسيو للسوسيال دي تمور تو سا ام كان دي ناك مثلا منتصر يعني نعدات سيوت المرحله البترول يلحق ريوت اللي حالا ندير زمر نبنو مرتني ولكن وثبنا راه مليح حنا وثبنا راه سراي لي زيكسبير ليكونومي دونك ثورا نفاد في كذا الراي ثورا البوليتيك تنهضر باللي ثلاكيز كونوميك يعني لا رياليتي سوسيو ايكونوميك سما في الحين راه غاني تقرا حنا زمان محمد نرى صور كان اخلاق دونك زان سيك الانترنال لكن قارن de grève et en même temps de situation socio-économique désastreuse. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mais après, il y a d'autres qui sont très bien. Les fonds sont tous en train de se faire. Les gens qui sont tous en train de se faire, ils sont tous en train de se faire. Ils sont tous en train de se faire. Ils sont tous en train de se من قبل اللي لا خلاص لا توارث لا انكريز لنشتكي يكسبوا لنشتكي كل ثمان جاله في المتعجب إيتي تان بوفوار كي إي ريسبونسابل أستاذين زابويا كي ويسعد المسؤولية مادام ما راح توالي أنا غلط نزن تموت أنا غلط ولي دانين غلط الحكومة تموت أشخاص خاطر نكون نقولوا ولسه ولسه ولا في تموت أون بان كريز يعني ما راح توالي ولي زيليمون كان كي ما فيها توالي لا كوريكسيون زاد أفاك لي زيكسبير لي زيكونوميك بينين حتى أنت نتصور سوا هاد ما تولد باللي انت الانسان تموت الناس الحكومه تعرف باللي اكثر من نص من الانسان تموت الناس لحقهم ضرب القانون دو مانيير انفورمال ايكونومي انفورمال في ثلاثه مرات تولد كان الثاني رجع ليكسبير كان ولا لو اس ام اي يروح مثلا كاع بان تموت الناس غير الناس باللي خاصه كاين شي مولاش الدونجي اكلاكي من الدونجي يعني كان خارني في الجبر كان مرتكبين لا حزكي عاشوراء على خطر ما زابوا يا كيما الحكومه تموت بلارا تستفيد من كذا نتاينات على خاطر الساعه على الشوماج خاطر ساكين يعني كنا غادي يتفرجوا
l'option malade qui va jouer l'endettement, madame, je vous ai dit, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, il y a une chose qui est en train de faire, ويجي يوجد عن أدي ويجي يوجد في زمن جاي يوجد السل يوجد يعني يخمن اسمه تجد يقارن بالليم السيد بلوان يوتنيكي أنا بدل تسافيت أنا بدل تسافيت وسفيت أنا ما هو رح أروز أبو يجي رح أروز أبو يجي سوالين أنت سوالة ثانية كل كاني من إذا ما زال شطح أنت زرين ت عامين نقل سنين ما كان قارن أم أنت ما زال تغلي مو بدل تسافيت فينا سافينش تجين في زمن جاي أنت عجيب إذا نقار إلى خسجين أجهزة جو أجهزة القرارين فتنشكتين تعقيدون قرار مكنيكي كده أجهزة جارين أجيكو شي تحت يولى لنا غفي زرتانين نسل مكنيكي غفي بنفسه إن شاء الله أسنا شاء الله شين في بريدي دون ما لنيرين كوني غاد نعقل مكني وإمدا نغيب لان سحراي تناغن وكنيكي الغاز تظلني غاتو كنا جعنا لان الوقتاجين وكنيكي أننا بلانتيكي وكنيكي أكلين أدنا أدنا لوهين السيادة الوطنية بو لا ريان طرابليسان لا Donc, si nous allons dire que les gens, je dirais qu'ils connaissent vraiment le danger, le premier danger, entre nous et nous, les avouages, ils expliquent à nous. Alors, quand on a fini, ils ont dit qu'ils ont dit أما كنيسين سام في الشبيعة رام على سواليسين عم كراسي ما رسواليسين على يخدم في خزاقين في أوسيا ما كان يستخدم السرتيس أما رسمان جلام أنا غلق كل ليش نخدم على ويجين لسيني دين بوار أفيبلي كي أنطران دفع لكن قارن دونيس كي تطيب وزارة على إعلان شكاين كنا في مفاجرة فان شكاين من النام كان سال في يعني فموت ناس شكاين أما كي قدرون السلوات انتموت فان من زوز يعني لابريزان لابين زارة لينا شكاين زارة ما عم كيكي عم كيكي الحكومة كان في تخدم القرارين كان كيكي كي تواليس انسال قمتنا سي مخران دنو هالا نقيم دائما دون الدومان الايكونومي خاطر ثمور ثيك ساعات هذا مساين الصحة يعني زمرت تسلحوا شغل ليس ومام طون اكدو دي فا بارتيسيبي بوليتيكمون هذه فنو مانيس هذه فنو ثمورتيس ولكن ثورا اسكوسا قلا يعني 2015 اون 2014 جوان ما سلانا نغلافا مزوار التمورت كي ديك ديكلاري ناد اون 2030 ليكونومي الجيريان سورا توجور تري ديبوندون دي زيدروكاربير دي زيدروكاربير كي ريبريزونت اجوردي 98 pourcent de nos exportations. يعني ثورة ما سوالي 2015 2030 أكدو هذه قوة تمورت الجزائر دونك ونزرانا نكون ليفوليسيون دو بري نعم نعم ما كني كي تمثل فدي ما دي سيتان كان قام سيتان ميساج ما كني كي افي بارت او بارتنير كان تاع نعم ميساج ويلي كنا في الحاشيه وزابو يا دي اما كني كي او توغلو فلا انا 2030 قال رضا ما كان كني كان كني كنا كان قام في سوران سي بالو لا دي زعما في اون ميم طون يقارتي دي او كني اتمران بابا ويجي كي تعاونا اما كان في دينا مصلح حابين بلاني كمان قال يعني لونسيان ديبلومات هنا يسجلوا زاكين هذه كذا بويا كين يخدم كان يخدم في التركيز ليكيليبر يعني لا بالونس ليكي بالونس بالونس وار على خاطر تسمع يتسكوك لي ميساج يدهان يتسكوك في براتين يدهان يتمور مبران يتمور قوان يتسكو في السكان الاوروب من امريكا مين يدخل يتخمي مالا غاني ضرن دخلت موزيس انا غاني راي ضرن يوجدو في ناس تسمع لا ديكتاتور اغلق لا ريبريسيون كنقى
قارن طون زون طون كان قارن تربية شي طاحة كيقرصاني هو كيما كتستثمر هذا الشيء موجود هكا فهمت كيجيب نمنع اما كيما كيتعاون دوني دون سيتيون ان دان ساعة فاكون دو بوفوار ان دان ساعة زعما كاين الحكومة هادي لنا ساعنا والسؤال هذا انا بزاف تخمم كان مازال واليوم هذا الكثير موجود واليوم هذا ادخل فكرت ان دان هذا اللي يخدم هو انه غالي فهمت اللقبي يعني اون باسرا دي كوين ايكونومي دو لارونتا اون ايكونومي برودكتيف ان سيما غالاري قار نحسب وقلنا عندي فان لي فاش كان بلي زاب ويجي ام غيري قيم بلي اسكي العنا بكتني طلب العنايا انت مورا من برا هو كنا سنينين وكبروا قرام كنا قلاها غالي غاسا مازال لنا هذه لنا البيترول مازال هذه لنا لوكاف الشيس نكون لنا اي ما 2030 مازال هذا نستنى عرس الحوت دونك نكون انا اللي دقيق دونك كنقارن لي زانتين ونيسيرون سوف غاردي وكبروا ترى مي جوز ديري نظرا ملي كنا تكمل كات مسالت نظرا باللي غادي نعيش الوقت ما كاين نعيش سجين ما نعيش الوقت اكثر صعب اكثر كاين كي نعيش سجين على خاطر ايفان السام باللي ازابو يجي لوهين سكان ام كرا يقيم ويفعل لوهين ام كرا ديات ام ان اوكين بروجرام بروجي بو سو بي يسعى كان ان سيل بروجي ام كرا يقيم الي تفكرتي ام كرا يقيم سيل حشيين ام كرا خمسه مرتجين من غير ما يند شكل وجود اولين ان شاء الله هات اثناء 24 فبراير جديد ان شاء الله هات الجزء الدايرين الدينين اولين سو ما كنتي كل طعم نعطوا النار انا خضم المالي مارس بارت هو كنا دي فقع فبراير 40 مليون دايرين خاطر كوني كان اما كنا نخدم اثناء 14 فبراير جي ميد نتاع ما كنا رجينا خاطر كونفيرونس نعمل كاد تافراتي برلين ولا شاكو كروسورا نسكت ان ميساج بوزيتيف هو كنا كاد نعرف في الموضوع اللي كيف بيزدنا المات فغام بزدنا المات نعمل كيزا تنون شكدو كان في ما نون على خاطر الناس كما لي ازابو يجين وكن قارن بوسيف اجلو كان بوسيف مين كان قارن في جمون كي موسكا كي تبي ها صوفيان جي كي موسكا كي تبي ها تلقري فاسمين نكونين بغا اجلو داكين هذي لي غصح هذي لي جيها واحدة من جهة عندنا بأينا في زرفانينس عندنا كمان قالت لنا في تنسى تنسى غيرت يوكي نكي اجلو داكين ان شاء الله زغال حرمين زغال تلينس يوكي نكي زغال في كسا ارونا زوار وقرونا الجديد يهدو ان شاء الله اصبح لما كان قارن سموت انسان سعان اسير ما بكني موت انسان سوحنا لك مورا مبرا ناغ اصلا من انا ساموت كان قارن انبيليش ان بوبيلاتيون بوضر خطر اشتديد بزاف لا ناغ زاب ويجين يبض لواني وكن كذي فهمتي مثال باللي انا يبض لواني وان دكنا راح بوغار كي بيني سامي كي بطلع شي تريز نظرات باللي انا دوبيان دونجي بور لا ناسيون في ذاتي ولا كي كان ان شاء الله 24 كان قام لي لي ديبي دو لا فان دي سيستيم لو ديبي ان دي جو دي لين اجيري زاتاني سي هاد التنين سي وات ني كان ابي يزوا كان قام ان با بلس ان با وات ني كان نتسمو نعرف وحيد اتنو لو وات ني كان عندنا تو جروب عندنا في لي بان شي كان لازم راه بينا خمسه تاعي هو محمد قمتنا سي مقرنا نتصل ديناني يعني الحلاقين الغاز بزرو مثل دبي نا لو بروجي قد مسلا في لاسا زابون تمورث يعني سي اون سوليسيون رابيد نا ذا الحل التازلا ردي جمعني يعني تذريم بور لابري كريزا كيبوس مثل لي زيدرو كاربير نهني تمسلا نتقارن يعني البروجي كي ماشي ثورا ولكن مسناون نند باللي تذريم انا تفكر باش تشوف شطوح للكازاكي تذريم ثم قرات يعني اي غير تذريم ثني وتتصرفنا باش تسقاد انت إذا كان سقسينا بودي تخميم القمثالي وزافو إيه بان كان تلفاكي فاذا مثلا نعرف نكوني كان ديجا بان من قبل من الناس أشغل تحقي حالا هو كنيكين الخدمة ناد السفران الجزء جيد بزرو ما دامل كل شيء ولي موسنا ولي لان يدوم أنا جينت لان سزران بالليغ إلا القيمة على الداوين ماشي القيمة أطاسه ولو شرب حطاش ديكس او ميم طون دانتيك القريشي ناس هذيك راه طاس انت دايم تيت موسنا على الخساره كان اشوف خمنا لها اما كان
لكن تخمم الوير انا خدمت في اللحم في الصحراء انا رأيت انا ما كنقارن مثلا لي بي ايمرجون نعم نخدم للتوريزم نعم نخدم في الانسان يعني ديفيرسيتي ليكونومي ناسيونال ادن فاي ايكونومي لا مونتاجي اون ايكونومي بروجي في دنيا او نويدي على خاطر سي تانسكري دون ان اجندا وقيت انا في زابين فهمت هسا باللي ما يدا الحكي الكلي على خاطر في مورا برا في النار تاع لي زانتيرين تيم وفات دازافون يضعف ازافون يقبل كل شيء ما كيك دنيغ دي في بالونس يعني هذا اللي في كل شيء مورا برا وكني كتشتغل الصار وكنت موت النار ما ليسونسيال كان اتعاون انا مثلا صافي تحضر النار في زابين كون زابين تحضر انا يعني مع التيتات يعني تستفيدنا في يعني في زابين قماتنا سي مقارن وكي ماشي ذا سقسي يعني كان كي تجي هاد فكرة الثفرات يعني انت الحين قاري لينا لي شان ناسيونال لو 24 تاكي ما تفكر كرانس النصايح وقدود ومام طون يعني كرات الثفرات يعني انا اللي حالا كنت عشيت مصلايض في اللي حالا كوعرن سوسيو ايكونوميك ذا شو النصايح كرا الارشادات إذا مرضى تفقد وجدود أجري نعم نعم والله راه جدك أجدود النغافة هي المستوى يعني هذا الخير ما كيف ولات ولات من طال صحيح إيش ما كان قام يسن الصلاحي نس زين كان زمن الدنيا نيت اللي مستوى لي وجدود الزيرين أما كنا سنة الله عشان في زيرين 40 سنة جينا تتموت النغافة رد القرار قال إذا سنة سوى كني كين الخيرين ثاني لان دم تموت فلان تموت ديوار قال إذا سنة بوجود الزيرين أما كني كين سنة الله عشان دي دون فيلا خديت اديت من نادن دين زمان خلمين ماشان خلمين ماشان دين خدمنا زمان خلمين اعطي زمان خلمين اعطي زمان دين خلمنا اعرفهم بلما خلمنا اعرفهم بلما نسوى لي وجود الجاري نسوى لك لي سندي كان سوى لي الجمعية نسوى لك اي ودي صغيرين الموسيقين وكني ادينينا ونسن على خطر اسا نزرع باللي
زميله انا نرجوك تكون شتاقين خاطر نزرع بلي انا شتاقين اجدود هنا يستلم وكني كيف تبدا في السواع ما غير النظام نزرع بلي تي لاقى لي باش كني تي اجدود ديري هاد يوغال معيش في لاقى باش نزر ادوغان زرفانيز باش يوغال الحق ناس تي لاقى لي يبدل ابدا لاقي نقول نسلم نسرايدين تسرسو قل نسرايد خدم ان شاء الله عريس كي قلنا في فاسنس اين علي نكون بلدي اللي سيدس المصلحه بوغ دو فاكين لكن ان شاء الله اجدد نهار جديد نهار جديد موتي نسى لان موتي نسى سنه 24 ومازال كنقارن منو غير بزاف هو كني كاين هذا الصوره تموت نهار جوج كان تمور النظام دوغال الوبريد الصحانه الوبريد عندها جدد الدنيا اولين كماثنا الدكتور مقرن الخضره كني نيثان ميرثا مقرن تاكماث مولاكي نيك صحيت وكادي غادي تولي انت كادي غادي تولي انو رحتي في الدم شطوح قيمتي كيدنا ثورة دنو على الغرون وكذا غادي تولي وكذا تولي نديني السلام عليكم الزول في اللون مرحبا سي سون نوغا للدار غرون غادي نكمل لون نغين يعني لسالات نحو ثلاث نحو ثمور في الجزائر نبوي ذكري متناولني غادي في كان راينسن اين يعني اشو ضرون دي تمسالت تسرسيت دي تمسالت ومثي دي تمسالت تدمسا نروح سين بقينا ويس ثلاثة الاستاذ محمد العربي زيطوط ذا الدبلوماسية قديمة نرحب سيس سني لي عسلام انك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شكرا اخي مسيو زيطوط نوتر كيستيون جوردوي سي سور le sujet où va l'Algérie. On veut une analyse concernant la situation politique en Algérie, pouvoir et toute opposition. L'initiative du FFS et en même temps
la déclaration de la CNTD pour ce 24, le 24 février. شوف اخي بيان سير نقدر نقول لك باللي مالوريزمون اون ساشي مين فير سي كاتاستروف سي سي ريجيم بيردي سي بيغرا جيرواز كونتيني ا مال جيري فوار ميم ا ديتروير سو بوبي هذا ما يخليناش دائما ربما نقدموا هذه الفكره فقط هو انه الكارثه قائمه. انا نظن باللي بالرغم انه واش رانا نشوفوا اننا في وضع كارثي. الحاله راهي سيئه على كافه المستويات. يكفي الانسان الناس راهي عايشه وراهي تشوف، يكفي ان الاسعار اللي راهي ترتفع كل يوم، يكفي الاوضاع البائسه نتاع المستشفيات نتاع المدارس نتاع الطرقات نتاع الناس اللي مش لاقيه خدمه نتاع الشتاء اللي كي طيح شويه شتاء ولا شويه ثلج تغلق لي فيلاج وتشر والقرى كلها تعاني، المدن تعاني بينما احنا بلاد الغاز. هذا وحده يقدر يعطينا مؤشر على الكارثه اللي راح نعيشوها. ولكن ولكن انت سالتني على المحاولات نتاع المعارضه. شخصيا وبدون ما نجرح فيهم نقول لك باللي ما عندناش معارضه. هذه المعارضه الرسميه ما هيش معارضه باتم معنى الكلمه. لان اولا وقبل كل شيء ما تتحركش الا باذن السلطان. احنا شناهم في كثير من الحالات يحبوا يطلبوا موافقه باش يمشوا في الشارع، يطلبوا موافقه باش يديروا مؤتمر يطلبوا موافقه. ومانيش عارف شكون لماذا نطلبوا موافقه من نظام غير شرعي، من نظام غير شعبي، من نظام فاسد، من نظام جاهل، من نظام متخلف، ومن نظام ثبت انه ايضا خائن يعني، ويكتب الطائرات الفرنساويه اللي راهي تحلق فوق القبور تاع الشهداء. لكن مع ذلك احنا نقول لهم دائما اذا استطعتم باش تجيبوا نتيجه ولو بسيطه مرحبا بكم، على مبدا وصل الكذاب باب الدار. يبدو انه المبادره تاع الاف اف اس راحت الان، هما في رواحهم بداوا يقولوا لهم بدا الار ان دي والاف ال ان ويحطوا في الشروط من منطلق رضينا بهم مرضى بينا يعني. وبالنسبه للجماعه نتاع سي ان ال تي دي للاسف هي خليط ما بين معارضين حقيقيين ولكن ايضا ما بين معارضين مزيفين وما بين ناس اللي ربما مع نتاعهم اكثر كيفاش يقاسموا الكيك، كيفاش تقاسموا الكاب ومع الـ مع الـ مع النظام القائم وليس كيفاش يغيروا الحال. انا ما عنديش امل كبير في هؤلاء وانما الامل بعد الله سبحانه وتعالى هو في الشعب الجزائري، هو في القوى الطلابيه، هو في المجموعات الشبه التبانيه، هو في ما يسمى بالبطالين، هو في ما يسمى بالمتظاهرين في عده والمحتجين في عده اماكن من عين صالح الى ثمن راس الى بجايه الى عنابه الى وهران الى تيزي وزو. كل الناس اللي راهي تحرك باش تغير الاوضاع. صحيح انها ماهيش منظمه ولكن التنظيم ياتي ربما فيما بعد. الأستاذ العربي زيطوط، كثير من المحللين يؤكدون أن النظام يقول لك ما عندوش برنامج سياسي، ما عندوش برنامج اقتصادي، لأن رأينا عندما هبط الأسعار البترول هبطت فصرات شوية كيف يقولون بانيك في إطار النظام ومشى مباشرة سما باش يتكلم على الغاز الصخري والأشياء هذه. فما هي الحلول سما؟ كيف ترون السعي سما للتغيير السلمي اذا المعارضه هذه ما قدرتش؟ كيفاش راك تقول سما شويه ضعيفه ما 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 ما, ما, ما تقدرش سما تمد الحلول سما لاقرب وقت ولا تسعى في التغيير لاقرب وقت؟ كيفاش راك تشوف السعي في التغيير السلمي هذا الاستاذ العربي؟ هو شوف نقطه اخرى على هذه المعارضه، المعارضه اللي تكون في برلمان تاع نظام هي تتهمه بانه غير شرعي وبانه جاب التزييف وجاب الانتخابات المزوره والانتخابات المزيفه والناس كلها تعرف هذه الحقيقه. كيفاش تبقى؟ كيفاش تقول باللي برلمان مزيف وتبقى عضو فيه؟ كيفاش تقول باللي الانتخابات البلديه والولائيه مزيفه وتبقى اعضاء فيها؟ يعني كاين مشكله كبيره نتاع اونيتي نتاع انتجريتي نتاع كريديبيليتي، كاين كاين
كيفاش الحل؟ نعم مشكلة، لأني بصراحة نقول لك بقاء هذا النظام كارثة كبرى، ورحيله قد يبدو مشكلة كبرى، لأنه النظام هذا هو أنت قلت ما عندوش برنامج، لا هو عنده برنامج، برنامج تاعه هو النهب، هو الفساد، هو شاكيب خليل، هو الخليفة، هو الأموال اللي راهي تهرب كل يوم، راهي تهرب، راهم غير الأسبوع هذا اضطروا باش يتكلموا على هروب 400 مليون يورو هربت، 400 مليون يورو هربت من جهة واحدة هربتها. تخيل كي تكون جهة واحدة هربت 400 مليون يورو، معناها مجموعة نتاع 5 ولا 3 أشخاص، الأشخاص الآخرين كم راهم يهربوا، وكم يوميا راه يهرب من هذه الجزائر من أموال اللي هي أموال الشعب، اللي هي أموال الناس الضعفاء، اللي هي أموال التلاميذ اللي ما يلقاوش مدارس، واللي ما يلقاوش أحيانا طاولات وكراسي باش يقراو، أموال القرويين واللي فيلاجوا اللي ما يلقاوش قرعة تاع الغاز، اللي يروح يتقاتل على جنب قرعة تاع الغاز باش يطلعها للدشرة وللجبل الفوق، أموال أموال هذا الشعب راهي تنحت، لأنه اختصار بسيط الأموال راهي تزيد من البترول والغاز، ولأنها مع البترول والغاز انخفضت بس تبقى راهي تزيد، والمشاكل والنهب راهي يزيد، والجماعة عايشة في عالم آخر، راهم متضاربين، راهم مازالوا متضاربين، شكون يجيب الحكومة الجديدة هذه اللي راهم يتكلموا عليها؟ شكون اللي ياخذ بوتفليقة اللي راهو عايش في عالم آخر؟ شكون؟ لكن في نفس الوقت ما ينساوش هما مرة مرة يبعثوا مؤشرات يا إما بالفلوس يا إما مؤشرات بالمواقف. الآن شفنا قبل أيام موضوع روجي حنين، روجي ليبي حنين، كيف استقبلوا جثة نتاعو استقبال كبير، وبعثوا طائرة وبعثوا وزيرة استقبال والولات والدنيا كاع، شخص كان يقول إلي بور لالجيري فرونساز، إلي تي بور لالجيري فرونساز، إلا ديفوندي لالجيري فرونساز، كوا كون ديز كيل ميتي سا دون ان كادر بوكو بليس اونتر فراترنيتي اي ايغاليتي اونتر الجيريان كولون، كوا كون ديز اون فات كاين دي ميلي، انا اكتفاز ميمو، كاين دي ميلي نتاع دي جون ونتاع دي زالجيريان موان جون وبلي جون اللي ماتوا واللي قعدوا في لي مورغ في دون لي بيز اوروبيان ولا دون دي بيز لوانتان ولا دون دي بيز افريكان، ولا اللي مرات كانوا تو سامبلومون حرقوهم ولا وضعوهم في تحت التراب وما قدروش نمواليهم يجيبوهم، لانهم باش تدي واحد يموت في الخارج من فرنسا ولا من بلجيكا ولا من بريطانيا يسوى ما بين الجثة تسوى النعش يكلف ما بين 3000 و5000 أورو أحيانا 6000 أورو، بينما نخصصوا طائرة خاصة. والسؤال لماذا نخصصوا طائرة خاصة لشخص يهودي كان مع فرنسا وكان مع الفرنسيس وكان مع الجيري فرنسيز؟ لماذا؟ باختصار بسيط، لأنه تو سامبلومون لو ريجيم لو سيستيم فو أونكور إين فوا فير أن سينيال دوني أن سين لي غران دو سو موند اللي أنا راني جو ديفون فوز انتيري، جو بروتيج فوز انتيري ميم مالاكيز، إي جو ديفون ميم سو كي أن جو فولي كو لالجيري ليست فرونسيز إيليا أ لا ميتروبول malgré que les Algériens aient été considérés comme des indigènes dans les meilleurs des cas, pour ne pas dire des bourricots et d'autres qualificatifs que je m'en passe. الأستاذ العربي زيتوت، الأحزاب ولا المعارضة تريد التغيير السلمي، ولكن تفضلت أنت قلت الكثير من المعارضة موجود في البرلمان وفيه فقدان الثقة من طرف الشعب، ولكن سؤال مطروح الآن، كثير يلوم الشعب يقول لك الشعب مش واعي والشعب هكذا وهكذا، ولكن الآن الشعب كيف هذا الشعب يتحرك نفسه لو ما يكونوش ناس سياسيين وراء الشعب هذا اللي يوعوه ويعطوا له سمى الوعي الكامل السياسي باش يقدر يتحرك وباش يقدر يمشي للحل السلمي؟ وهذه الحقيقه، لانه الشعب في عمومه، لانه الشعب شكون هو انا وانت والاخر وهذا وكله، لكن الشعب في عمومه نفس تاعه يتحرك لما يتاكد من امرين اثنين، انه وضعه ما يكونش اسوأ مما راه الان، وانه اللي يجي بديل او يجي تغيير ما يكونش اسوأ من اللي راه الان. نعم. للأسف
متأكد من هذه الحقيقتين. أنا متأكد باللي النظام هذا لن يكون هناك أسوأ منه وأن الوضع هذا لن يكون هناك أسوأ منه، لكن هذا مش أن يكون أنا متأكد ولا أنت ولا مجموعة من الناس اللي مطلعة أو اللي تتابع يوميا أو اللي تناضل يوميا أو اللي تجاهد يوميا. لازم أغلبية عظمى من الجزائريين أو على الأقل أغلبية فاعلة مام سيسيتي ميتوريتي من الفوكس وأجيسونس وتعرف باللي اوني ديجا في 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 المارازم اوني ديجا دون دي سيتياسيون كاتاستروفيك اون ساشيمين فيرين سيتياسيون فاتال يمالا يوفوتي اللي تحركوا وننقذوا الوضع خير من اللي نبقوا ونغفوا الكل. هذا وقتاش ياتي صراحه لابد من عمل، لابد من تنظيم، لابد من مجموعات منظمه، لابد من طلبه، لابد من ناس واعيين يتحركوا من مجموعات منظمة ومنظمة حقا باللي نديروا تغيير سلمي، لأن الناس خايفة أيضا من أن التغيير يروح ويتحول إلى سلاح كما كان في 92 93 بعد الانقلاب بعد شوية تحول الأمور إلى سلاح، أو كما تحول في الوضع في سوريا وليبيا إلى سلاح. الناس لا تريد أن تذهب هذا الاتجاه، والناس من حقها، الناس تعبت، شعب جزائري تعب. الأستاذ العربي معنا؟ ألو؟ نعم تسمعنا الأستاذ؟ نعم أسمع. الشعب الجزائري تعب بشدة. نعم. وما يريدش أن تتكرر مآسي أخرى، وبالتالي صراحة لابد من قوة جديدة، من قوة لثق فيها الشعب الجزائري باش تقدر تتحرك ولو كانت قوة صغيرة. لكن لابد من أنا خاصة أريد أن أوجه بهذه المناسبة رسالة إلى الطلبة الجزائريين. عندنا أكثر من 1.5 مليون طالب في الجامعات الجزائرية، أكثر من 1.5 مليون، وعندنا ملايين منهم اللي راهم بدون شغل أو بشغل يعني بريكير، عنده شغل بريكير، كاللي يخدم تومبورير، كاللي يخدم ميسون، كاللي ما يخدمش، كاللي يبيع دخان، كاللي مانيش عارف واش يبيع ولا يحب يهرب. هذول هم القوة الحقيقية، هذول هم القوة اللي لازم تحرك الشعب الجزائري، ولازم تكون هي في المقدمة كقوة طلعية باش تمشي الأمور وتتجه نحو الاتجاه الصحيح. وإلا إلى ما كناش، إلى ما فيش على الأرض الناس ما تشعرش باللي كاين قوة منظمة، فالناس تخاف من المغامرات. فالأستاذ العربي زيتوت يرى أن التغيير السلمي من اسمه لازم تكون قوة جديدة، يعني ان الواقع الان الموجود في الساحه مش ممكن باش يجيب التغيير، لان احنا تكلمنا مع كثير سياسيين تسمى تاع المعارضه يقولك باللي رانا نشتغلوا ورانا نحاولوا نوعوا اسم الشعوب، لان العمل هذا مش سهل لان الطريق طويل. فكيف يرى الاستاذ زيتوط الموجود الان في الساحه والقوه الجديده، لان القوه الجديده ايضا اسم مش حاجه سهله يخرجوا الناس وينظموا نفوسهم ولا لا الاستاذ؟ نعم القوه الجديده مش حاجه سهله لكنها ممكنه. نعم ممكن. هو العمل هو لما يكون هناك، شوف في الخمسينات في 53 بعد 45 كانت هناك ازمه كبيره في الجزائر. نعم. لان الجزائريين تحركوا في مظاهرات 8 ماي 45 واستمرت حتى نهايه جوان بدايه جويليا حوالي شهرين، وماتوا منهم الالاف، ومع ذلك ما كان حتى تغيير. بالعكس انه فرنسا اللي كانت وعدتهم بالاستقلال زادت ضربتهم وضربتهم بقوه، وحتى الانتخابات اللي كانت تقوم بها كانت تقوم بانتخابات كل مره مزوره، ثم انتخابات مزوره ثم انتخابات مزوره. بالرغم ان الجزائريين كانوا يطالبوا بحد ادنى، كانوا يطالبوا مثلا باش يقراوا شويه، باش يوصلوا في التعليم، باش يعتبروهم بني ادم، باش يعتبروهم بشر. مع ذلك فرنسا ما اعترفتش بهم، والقوى الوطنية اللي كانت متواجدة آنذاك الأحزاب والتنظيمات السياسية فشلت، وصلت إلى حد أنها تتضارب في الشوارع القصبة وأماكن كثيرة تشهد على ذلك، كيفاش كانوا الميليتون تاع البي بي ان تي ال دي يقاتلوا بيناتهم ويتضاربوا بيناتهم، مع أن البي بي ان تي ال دي كان سيتي الميور كيكزيستي، يعني كانوا هما الميور بارابور اسكي اكزيستي على ليبوك. ومع ذلك خرجت قوه جديده في 54، خرجت قوه جديده ابتداء من فبراير مارس، خرجت قوه جديده ونظمت نفوسها وابتعدت على لي ماساليست وعلى لي سونتريست وعلى لي بارتيزان تاع البي بي ان تي تاع حزب الشعب.
الشعب واستطاعت ان انشات مثلا وقامت بثوره كبيره واستطاعت ان تنجح على الاقل في اخراج فرنسا على الاقل من ناحيه الماديه، يعني خرجت من الجزائر من ناحيه الحضور المادي. هذه القوه الجديده ظهرت في حاله ازمه شديده. القوه الجديده تستطيع ان تظهر في حاله ازمه شديده، موجوده بعض القوى، موجوده بعض الحركات، موجوده بعض التنظيمات، لكنها ما زالت ماهيش بالقوه اللازمه. لازم هذه الحركات وهذه القوة اللي الشعب الجزائري يثق فيها هي اللي تحاول تشتغل أكثر. أما القوة اللي كانت مع النظام لمدة 20 سنة وعكفت مع النظام مدة 20 سنة وبرت الانقلاب تاع النظام ومارست وشاركت معه، أنا صراحة وهذا موقف شخصي لا أرى أملا فيها، لا أرى أي أمل في هذه القوة، لا أرى أي أمل، وإنما أملي كبير بعد الله سبحانه وتعالى في القوى الجديدة وإن كانت تنظيمات ربما صغيرة وفي الشباب الجزائري خاصة الشباب الجامعي، هذا اللي لازم يلعب دوره كما يجب وفي الوقت اللازم ولازم يحرك، لأن البلد في خطر كبير وكبير جدا، هذا كل الناس راه متفقين عليه اليوم. زيتوت هذا مش سؤال ولكن رسالة للشباب الجزائري ولا الشعب الجزائري، حسب الأوضاع التي نعيشها اسم أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، فنترك إن شاء الله تعطينا رسالة اسم خاصة مع الأوضاع بعد تدهور أسعار البترولات. نعم صراحة الجزائر ممكن تصبح قوة كبرى وتصبح قوة فاعلة خاصة إذا دخلت في الكادر المغرب، خاصة إذا كانت قوة مغاربية وتبنى المغرب الكبير في كل قواه، احنا أكثر من 100 مليون شخص من موريتانيا إلى المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا، احنا أكثر من 6 مليون كيلومتر مربع، احنا موقع استراتيجي هائل، قوة شبابية كبيرة، عندنا تاريخ كبير، هذه نقدر نكون قوة عظمى ونقدر نكون حقيقة فاعل كبير على مستوى العالم إذا استطعنا أن نتحرر من الاستبداد واستطعنا أن ننقذ الجزائر، لأن الجزائر هي قلب المغرب الكبير، الجزائر هي قلب، هي القلب الحقيقي لهذا المغرب الكبير، باستقلال الجزائر لأننا نحن في حالة استعمار بائس، باسترجاع الجزائر ممكن تتبنى بلد قوي ويتبنى مغرب كبير قوي ونعود ماشي كما رانا اليوم، رانا عايشين مأساة حقيقية ليس فقط في الجزائر ولكن على المنطقة، مستوى المنطقة كلها المغاربية والعربية والمسلمة تعيش أوضاع بائسة بكل ما تعنيه الكلمة، وانت شايف الاختتال وانت شايف الدمار وانت شايف الاستبداد وانت شايف الاستعمار يعود والطغيان يعود بقوة كبيرة، متى نتحرر؟ هذا السؤال الكبير. أنا نظن الشعب الجزائري عنده دور كبير في هذا لإنقاذ بلده وإنقاذ إخوانه حوله بأي المسلمين حوله، هذا مهم جدا ودورنا جميعا. بارك الله فيك، نشكرك الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي القادم من لندن، شكرا جزيلا. وقيد قبثنا محمد العربي زيتوت إخنان يعني نزمرا فنو ثامور الجزائر تسوغل ثامور ثيك قوان خطر تسد دقول باش مثل المغرب العربي الإسلامي المزيق او ميم طون ان ياك ايش كاع ثفرات لي جوناكي الا الاوضاع كان تعيش ديك السن يعني لا كريز بوليتيك سوسيو ايكونوميك كي الا ادي سوال ان فورس تجديد يفقد التحلل للناس ان كي لقات سيدي يعني القوه تجديد راه يرفدن الفلومبون اي سوال السرسي التفات على حساب يعني وقد دي سوال دي ثان ما قال المعارضه ماشي الحاجه انك قد شنو ولكن ماشي الحاجه يقوان مليح مليح خطر الى كرب جدود الجزائري يسي روح يعني ثقه يعني ان سما وقداش نسرسيت نسن امكي دنان يظل مشوار يظل وقت باش تفان ثفرت يعني الوضع كذا غن يعني ان البترول اللي يدرو كربير مكسوب باللي برينس يعني ديال نكر يغبلان رزدات دي بوان دو في سوسيال امكي تو الخبارات
دي ثمورة اللي مثلا كي كل شيء رنا دي السما كل شيء غلاي يعني وقال انسان ثوا شولت خمسه اربعه براش ما اكثر ام كريس الحوثه ما عشتيش. انا نروح سين فكرنا ويس اربعه اقماثنا الاستاذ جمال بنيوب ام سلا دوكا فال ار سي دي اسلينا سلام عينيك الزول في اقماثنا جمال. زول محمد زول كراوي ديزان تلفزيون المغربيه انت مازيخ. نعم قمتنا جمال نمسلي ديك دمس قمس مس العربي زي طول تورا انك يعني اين يعني لوبوزيسيون المعارضه اقدر شي وعر مليح مليح بزاف خطر الا كان فقدان الثقه ناس مي بير دي كونفيونس سما دي بوينت في بوليتيك وكدو الجزائريين انا شو ضرون ديال الجزائر نبغى تفكر رايك اسك يعني اتكمل اقداش بنت المقله دي كملنا غير لقنا اون اوتر فورس تجديد راه في الفلومبو دي شونجمون دي تمورت الجزائر. اسال زوال ولكن غادي يرحم ربي ولدي جانا ولدي قام كا اوفال الجيران دي سدوكا تمورت الجزائر دونك نمشي كوا سيئه تمورت الجزائر دوبي 1962 نزرع عندي سدو تمورت وتقابلنا الراي وراويت تمورت اغتصبر الاراده الشعبيه بالقوة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا دونك نزرع أدب غايين زنتسا إذن هذاك نتموت السيم غير نسبيغا مدبلة ويدي هضر ما كاين أكيني غوال نمشي للأوان أن إذا يون أديهر الشك في لوبوزيسيون نتموت الجزائر السيم السكان أسكوا سكان يديروا لون 2014 يديروا كان أوسير من قران أن إذا سي بور لا بروميير فوا يدوكر لوبوزيسيون السيم كوني اون سو بوز لا كيسيون اوترومون ما إلا غنولي نذافو ما إلا غنولي نذافو أين ترى كانت من سيرس ما إلا لا كورديناسيون باسكو لا كورديناسيون بنتاك يديسلولن السير ما جديد الجزائرية ما إلا غنزرات من سيرس ما إلا اون كونفيرونس كيماتيك هذا الجماعة لي بارتي بوليتيك اي لوبوزيسيون انظر لو ريفو دو سو بوفوار يوكل ادب الترخيص دونك نكوني نوي ذاك يدي فرنسا بريد السيرف نكوني نوي ذاك يدي ساو لي بلوزا زيرين يوكل ادب فرنسا بريد باسكو نزرع ذابو غايين سي ان دونجير ام قران يوز كان تموت الجزائر دونك الجزائر غادي تسدو باسكو كاين الدنيا سوالها تعيش ازمه اقتصاديه اجتماعيه اسما نزر لي كول الجيريان انزر تات داويت نتموت في الجزائر ما الا غنزر هذا بون هي اون 2011 لو بريزيدون دو لا ريبوبليك كي قاب اون 2011 كي قاب كون كوا باينين طاب جنانا ومازال يهن ومازال يهن كي دير درت كي لحن في الشعب اين كوني واحد السيد في كابار السردي في كابار ماي لوبوزيسيون ويذاك يدوكلن يوكل ان حاضر في الجزائر وزكا خاصة هذيك من اولنا قماثنا جمال بنيوب اين يعني ليكونومي ثورة ثورة ما يصب البري دي بترول ومام طوم كي درنا بلوس دو 90% لا رونت ليكسبورتاسيون تسد سليزي درو كاربير يعني وقرا دي تمسلينا في الذمسة دي ثمورة الجزائر يا هل طار ثورة انا رجو البترول امي 2030 انا الى كنخدم في الذمسة اسكو الفو فير ابال دي زيكسبير دون دومين ليكونومي يعني مسنون يعني انا في الذمسة باش نسقاد الامور نروح مثال الغاز دو شي صرت مثال انا رجو شو قال لنا سداو القاع البترول ما كانش هذا خطر يعني وقد يدي يسولون ونوالا ونوالا قداش يعني انا تدمس ونفهم انا ما كانش الحوت تدمس كي تمر في النغ اي غرق ما ثنايوب سان مير سماح مزاكما ما الا نظرت ويك حكمن تموت الجزائر 15 اسبوع سنه كان نقولها اي ضربين يجي كان ربعي تموت الجزائر ويا مشي دروري يجي خدمة كافري مشي يجي شمني تموت الجزائر اي ميت صرفهم 15 يسقوا ثنايا يا عدام كي نقول اخر قوات من يستقلوا بنجي لفري من اير دونك قوات مني ما راه سان وخمنا راه الا كاين زايد يتسدونا كاين سا سوا سي جون لا سون با ريسبونسابل سا سوا سي جون لا ولو قادر راه في الجزائر وزكا سي جون لا الساتورا المباين تغريد الازمه غاير الازمه وي لا كيجي على من وي لا كيجي الزرار وعلى من البترولين اديفاك اسكو هي اساس كاس وشنو تقابل الجزائر ايمانيس اسكن ولا غاسين الجزائر تمر في الجزائر اسكن الزمر او موا دلاوي لا دير زير لا بجرا اسكن ولا البترول اللي نقدر نخدمها كنزيد تمر في الجزائر الفوار سكي تباس اجوردي اترافي الالجيري ما الا منتقدا الكازوار لا ليسونس لا الكاس تقرعون مام يا بروبليم زي زرت مناطين لا الكاس دو في دونك سي جون لا
اون سو بوز لا كيسيون اني داتو لكم وين تموت الجزائر ورخدي من الشمع يدري من مالك قام مخدم او كونترا الكري باش ينضاف نضاف دي سكوندالين في مونتي لا بيرسون لا تراك نيميرو 2 اتا في غير ميك فارون بلا الكونترول دونك يا بروبليم لو بروبليم لو دونجير ريال سي سو بوفوار دونك لو بوفوار ما زالت اسكال الجزائر قرات يعار 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 الصعب فاك انا كنت سقسي اقمتنا سقسا اكيد ديجا فاولا كي خاطر يسولا ندا ساكن هذا اقمتنا منتصر بترون انك يعني اسولا كي لابالي تخدم من باش تيلي تي الحيد اللي كون في ولايه لو 24 فيفري كي انك هذه وعور مليح لونكادرومون سما باش تميتريزي الحاجه كي ما زمر ضاد في كذكرى لي ديتاي يعني ذا شو تخدم من اون طونك ثان ماكلا سما بور اورغانيزي سميت ثم سالتاكي اللي شال لي 48 ولايه. Depuis le jour où nous avons lancé la pérennité, les parties de la coordination à travers les 48 villes de l'Azer, les villes qui sont les villes qui sont les villes qui sont la sensibilisation et les villes de l'Azer, il a qu'à notre mission à Mohamed, c'est le contraire de ce que fait le pouvoir en place. Nous connaissons les villes qui sont vraiment bien oui. الزدود الشوال باسكو نزرع الشوال باش يديروا المثمرة يكون الويلة كي بغانا نبدل السلوفة بطريقة سلمية وليس بالعنف نرضي أن الأنظمة المستبدة تتغذى من العنف دونك نكون نبغانا نبغانا الزدود الزهرية الشوال الويلة كي ديوي من قرض عندي زمرني مدانا عاد الدون يا با بروبليم الاخر ما ندير مارش إذا وزمرنا لا نخدم ديسيتي اي باسيفيكمون باسكو الكونتر اوجوردي دو فوار لي بارتي بوليتيك اللي تبع غوزافو ويلا كي سو اون تران دو مناسي مناسي الشعب الجزائر سخون في الشعب الجزائر سنسينا غلاديسي لي نوار افيكتيفمون الجزائر ولد عيال ولد كي خلص مليح يولى البطل يولى كذا ولكن السيني ما الى نزار اذ كان كروانا اذ كان سمورتنا يوعر الى قد فغل العباد ونقارد الى قد فغل الكثرة ولكن بطريقة سلمية. قمتنا فاكيد سقساني يعني ان اقداش انت الماكلا يعني رزدات باسكو تا الماكلا تا سيتي توالين امكي دنيض جواكي قعدان لو ديسي تيم ليليث السوفا داتا سي كابر رنا فوس كفوس يعني بغا نتغير سلمي دي تمورت الجزائر يا هل طارق قداش الى نلتيماتوم يعني رزات خطر اتصل ادينا نلفو بطر لو فير كونتي لي شو يعني الى قانوث وزال مايلي حما باش وقع يورا وقدود الجزائري هل طارا ام راه سوري دقا راه شت الماكلا اسكو الفو سونسيبيليزي الى لا سونسيبيزاسيون ديال بروغرام ينس نغي الفو فير مي كيدير دي سيتين دي مارش يعني اكدود تراجع واش بقداش تن الماكلا نبغى نزر ام كي تخدم ما قداش نونا ديال الحال الزات مولا شغل اللي فاك مثلا جمال ما فيك قرض من كريت لا ودي تايين كيدير ادير اترافير لي 40 ولايه ان شاء الله على 24 يناير ابريل 24 نتصوت الى لو 23 من جماعه لي بارتي دو لا كورديناسيون عندي درنان كون كوا يو ادي لي غزال ان شاء الله ان كونكلاب pour préparer l'après Nizamayini. Parce qu'on a déjà été pour un parce qu'on a arrêté de venir sur question de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un caméra de Timichir, Mazaret, Tasmin, et le caméra de Diluan, il parle de Katalou, il parle de Chachmaz, Gaza, il roh, il jarvehen. يروح يجربيهن يهضر فيه لسان يهضر فيه كوبرايين إلا ما كان زخل ذافو يولا ويدافو بغانا لنا بالدال ما إلا السير أتفت له أتلا له أرندي نتاج وأتفت له كرن كوفار وسعد الأمام قواعد كير لا شعبية لا تواجدهم عبر الانتقال الدموت الزير ونخدم الشروط ديري ميروش قانون أنت مسير سور لي انستيتيسيون ولا لا كريز بوليتيك دموت الزير دونك نكون هنا سايين نقرا فهم كون كوا حتى تماكلا الدوكر حتى تماكلا سينا داوينا جدود الدايرية زيدات ولكن نقال النظامية نكون ميلا كان يخدمني وكنا نبدل تيلوفا بطريقة سلمية والاكتمالة اللاعبين فرص كتير تبغي تبقي متزينة وتسخن في الجزائر نكون ميلا كي كتب يوكلنا ان حاضر في الجزائر وكن في خلصينا قمتنا سيد جمال يعني اتصيدين انا نسعى شكرا اللي حالا تسرسيت يعني
يقوار مليح وما مطول الحال ومتين تدمسة فاك انا دفكض مولا شغل لي ثفراتي وجدود الجزائريين المزيين الجزائريين يعني خاصة المرحلة كي سوسيو ايكونوميك تمورث نغام تدمسة دي تمورت الجزائر فكان ثفراتي كمثلنا جمال ثفراتي وثفرات التجمات نقارد ميلا من دوك الوجود الزمار بلو تمورت الجزائر أسا نعيق الفاروق أسا تمورت النار تيني قلان في خطر دونك دي اينين يدي قرب نوستانيير تيشلي غايير سبا دي ذاير أم بدكير أسنا نرغى وعشرين بشهرين قلانا كي نتعيش كاينيا دونك السلامة والسولة يوجد ذا جارير أدي فرسلجة يوكل تم زواروث أسيني وذا بوغير أدي فرحتا كاينا يوكل تخزمر نغاب كسر رجال بشي سيير تم سات سيير تم سات يعنان أدو ذا جارير سومتا دونك السوال يوجد ذا جارير أدي فرسل قوة أسيرم لويني قلان أدي فرسلجة لوينا دي روحة قمتنا معليش كان أني أنا انتفرت يعني سورة اللي حالة ماشي حاشا الغاز بزروياكي يعني اللي حالة الحق مدن وزميرنا راه داغن ما مبال الحوايج نيسيسي راه كيتغلي مليح ثم عيشت اخدم وتخلصنا راه مليح يعني ذا شو النصايح اريفك بنادم خاصة الوقت ثم كي وين قرض محمد بكما قرض هذا ابو غايين زويك سن ودي جي ماشي ما يوجدوا في الجزائر نكما سيتي كان السامي لقى الوالدين ما الا غنزور السيد غادي داك دريانا وتروحونا غلاكول ما الا غنزور سادي الثداوي العباده عندنا كونغراب وغرنارا حتى منظر لوزينات باب العيد في الديعان ولاش الانتاج اللي تمر في الجزائر حتى منظر لي ليبرتي ولاش لي ليبرتي اللي تمر في الجزائر دونك وتجين اشما وذا بوغايين امشي ادي لي طمع في سد اذا ينقطع اللياف يوتد لوالو بالدار بارك الله فيك كنيني ثان ميرثم قرات قماثنا جمال بن يوب امسا دوكا بالار سي دي صحيت في مغليا كي نك وقاد الله يبارك فيك وقاد في كانوك الراين سن يعني هضر ندوك تمسلاين فوف الدل السلام فوف الدل التغيير السلمي كل يوم ما كيتوالي لي حالا الا نودينا بلي ثان ما قلا ثان تقداش ثان ما قلا يعني ثملي الحشا سكواسا 2014 الا قاس شي طاحن الوقت لا نودي ديالنا يعني كرا يقلن دي ثان ما قلاكش من يعني كدوزا فواكي لا نطاسي قلن ذي البرلمان الا القوة تجديد دونك الصح دي تمثال تاكي ازابو ان شاء الله شو ندني نقول ان شاء الله هذا نو الوعي السياسي على كل حال وجدود باش ديني وجدود نادا زافو هذه اللي الوعي السياسي وجدود الجزائري خطر انت انتو غندي تمثال تاكي ويجي يدي نانو كي كيدنا في كان دارين سنه وديني ثاني ميرثام قرانت قماثنا منتصر بترون ذا نغماس قماثنا الاستاذ جمال بنيون امس لاذ وكابر لو ار سي دي قماثنا الاستاذ مقران الخضر امس لاذ وكابر الجيل الجديد قماثنا محمد العربي زيطوط ذا دبلوماسي قديم سي لندن ويجي في كانوك ثم زوخ ثم دنيني ثاني ميرثام قرات ارثوفاث والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.